مرحبا. 21 كانون الأول أقصر يوم بالسنة، هو بداية فصل الشتاء وبيتألف من قسمين، المربعينيات أول 40 يوم والقسم الثاني الخمسينيات 50 يوم، وبتتميز المربعينيات بشدة البرد والعواصف الرعدية. الطقس اليوم بلبنان غائم مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق وحدوث بعض العواصف الرعدية، وبيتحسن تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر. أما هلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة بعكار 3، طرابلس 15، جبال 16، برمينة 16، بيروت 16، بيت الدين 6، ومننتقل من بعدها إلى بنت جبال 8، نبطية 9، زحلة 9، بعلبك 6، الأرز 3، والهرمل 12 درجة، والرطوبة عم تتراوح بين 40 و90%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 20 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية بتشتد أحيانا لتوصل إلى 80 كيلومتر بالساعة. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليوم بنهار رح توصل أقصاها ل 18 وأدناها بالليل 11 مع عواصف رعدية وأمطار، الأحد بتتراوح بين 15 و20، والتنين بين 14 و18. وبنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الدوحة 24، عمان 10، دمشق 8، صنعاء 19، الجزائر 13، تونس 12، طرابلس 14، ومننهي مشوارنا بباريس 11، مدريد 10، ولندن 10. وهيدا كان كل شيء. باي.